اهلا بيكم في ريفيو جديد من ريفيوهاتي. انا معاكم دينا رؤوف، والنهارده ريفيو عن الضوافر الجل نيلز اللي هي الضوافر الجل او الاكليريك. هنشوف مع بعض الفيديو، هنشوف في اخر الفيديو الضوافر بعد ما عملتها بشهر ايه الوضع، وهل كانت بتقلم، وهل مريحه، وهل حلوه. شوفوا معايا الفيديو. همشي كده هخربشي كبير. بس ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو تعملوا لي لايك للفيديو، وتفعلوا زرار الجرس، وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بعمله. عملت الجل نيلز عند كوافير طارق الصغير في اسكندرية، منطقة رشدي على شارع بوقير. انا برتاح لكوافير طارق الصغير جدا، هو كذا دور، الدور ده اللي انا بصوره لكم ده القسم الخاص بالضوافر. المكان مريح جدا ونظيف، وانا الصراحة على طول بتعامل مع كوافير طارق الصغير يعني، فلما جيت حبيت اعمل موضوع الضوافر ده قلت لازم اروح لمكان موثوق فيه علشان ما يبقاش فيه اي قلق او كده. زي ما انتوا شايفين، بصوا بقى شكل الضوافر اهي قبل ما نبدأ بقى في عمايلها. هوريكم بقى المراحل بتاعت عمل الضوافر دي، الالوان اللي بختار منها، اللون اللي هيتحط على الضوافر، وفي ممكن يتحط فوقيها جليتر، فكل واحد وحسب اختياره. طبعا بيبقى في اشكال كتير، ممكن تعملوا سيرش على النت باللون او الشكل اللي انتوا عايزينه، وبعد كده بتقولوا للحد اللي هناك يعمله لكم. في مرحلة بقى، اول مرحلة كده الاول بتشيل الجلد الزيادة ومش عارفة ايه، وبعدين دلوقتي بتبتدي انها تبرد الضوافر. هنا بنقي اللون، كان نفسي في اللون اللبني بس قالوا لي انه لون صيفي، وانا كنت بعمل الموضوع في الشتاء. فبنبرد الضوافر، بتبرد الضوافر بالآلة دي. العملية بتتم كذا مرة، يعني تقريبا 3 مرات للايد كلها، وبيبقى بقى بعد كده برد بالمبرد العادي. وبعد كده بتبتدي تقيس مقاس الضوافر على الضوافر اللي عندها، وبتلزق بالجلو بتاعها وبتضغط عليهم جامد. بصوا المنظر بيبقى عامل ازاي في الاول. البنوتة اللي عملت لي هناك في كوافير طارق الصغير اسمها سهيلة، هي صراحة شاطرة جدا جدا، ويعني كان في كذا حد هناك كانوا بيشكروا فيها بطريقة جامدة جدا، فالحمد لله والله. يعني انا كنت مرتاحة وانا بعمل معاها الضوافر، وهي ما شاء الله بروفيشنال جدا. لا همشي كده هخربشي كبير. نورتينا بقى. هنا هي كانت بتقولي ان خلاص كده خلصنا، يلا بقى خلاص خلصنا. وطبعا منظر الضوافر صعب جدا، بتسألني بقى اي طول انا عايزه اقص عليه، وممكن اقصر تاني بعد ما هي تعمل، بعد ما هي تقص. بعد كده بتبتدي تبردهم تاني، وبعدين بتدخل في مرحلة برضو زي اللي هي بالمكنة دي، اللي هي بتبردهم برضو بالمكنة مع الضفر نفسه. هما بيبقوا بالشكل ده، وممكن نسيبهم على فكرة من غير الألوان. يعني بيبقى في الأول هي بتقولي اختاري، حابة ان هما يبقوا من غير لون أو بلون. بيبقى من غير لون ببرايس، وباللون البرايس بيزيد. بعد كده بتبتدي تزق، وبتقولي احط ايدي في الجهاز ده اللي بيطلع اضاءة ده، واحد يمين واحد شمال، كل ما بتعمل في ايد تقولي حطيها على طول بسرعة في الجهاز ده. دي في المرحلة دي، وكمان في المرحلة اللي بعد كده لما تبتدي بقى تحط اللون، بتبني زي اهو ده اللي هي بتحطه ده، بتبني الطبقة الجل في اللي هو البرطمان البينك ده اللي هي بتحط فيه الفرشة دلوقتي، بتبني زي طبقة كده فوق الضفر اللي تركب دي الطبقة الجل.
وعلى طول تعمل الضفر بالطبق الجلدي وتقولي بسرعة حطيه في الجهاز ده. اول ما بحط ايدي الجهاز بينور، بيقعد فترة صغننة كده وبعدين هو يفصل لوحده، اشيل ايدي تروح جاية على طول عاملة الضفر اللي بعده، وهكذا هياخد الضفر اللي بعده ونحطه في الجهاز. اهي وكده دي طبقه الضوافر اللي قبل اللون. زي ما قلت لكم ممكن يبقى هو يعني كده، هو هنعملها ضوافر كده من غير لون. قالت لي الجل نيلز بتبقى اقرب للطبيعي عن الاكليريك، وقالت لي برضو انها بتستحمل اكتر. الصراحه طبعا تعقيم بالالكحول طول الوقت وكده، وهي لوحدها حتى من غير لون برضو لذيذه، بس هو طبعا اللون بينطق يعني. ده كده الايدين. بعد كده بتبتدي تحط طبقة اللون اللي اخترناها، ممكن فوق طبقة اللون دي يتحط جليتر او رسومات، بس انا فضلت ان هو يبقى اللون سادة. بعد كل لون بتحطه على الضفر، بنحط ايدينا في الجهاز ده من اليمين ومن الشمال. في ساعات بسيطة بيحرق حتة بسيطة في طرف الضوافر كده، بس يعني حصلت معايا مرة او مرتين يعني، لكن باقي المرات لا ما حصلتش. زي ما انتوا شايفين اللون بدأ يتحط. وبتروح قايلالي على طول حطيه في الجهاز ده. فرق طبعا شاسع عن الاول. الاول الضوافر كانت رايحة في داهية. وبعد كده يعني الضوافر، هي قالت لي بعد 3 اسابيع الضوافر بتبتدي انها تطول، واجي اعمل ريفيل تاني بعد 3 اسابيع. بس انا هوريكم في اخر الفيديو بعد شهر انا الضوافر كانت عامله ازاي، يعني ما احتاجتش اني اروح بعد 3 اسابيع على طول. وبيبقى الريفيل طبعا سعره اقل من اللي هو سعر اول مره. هي بتبقى اول مره السعر اللي بيبقى اكتر حاجه، وريفيل بيبقى اقل. هي الصراحة عندها اتقان خالص في وضع اللون، وكانت مركزة ان اللون يبقى محطوط كويس. بصوا بقى دي النتيجة النهائية، ايه رأيكم بقى؟ قولولي رأيكم في الكومنت. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. ودلوقتي بقى هوريكم بعد شهر وانا رايحة بقى الكوافير. كان في طبعا تو تشويسز ان احنا نختار ما بينهم، يا اما الاكريليك يا اما الجل نيلز. فانا لما كنت رايحة يعني كنت قريت شوية، فكنت سمعت ان الاكريليك هي اللي افضل. بس لما رحت الكوافير البنوتة اللي هناك قالت لي لا، الجل نيلز هي اللي بتبان طبيعية اكتر، وكمان بتستحمل يعني بتستحمل في شغل البيت في اي حاجة، هي بتستحمل اكتر من الاكريليك. هو ده اللي قالته لي في الكوافير، ويعني على اساس ده عملنا الجل نيلز. ابديت بقى بعد شهر من عمل الجل نيلز، اهو زي ما انتوا شايفين بتبتدي بس تطول من هنا. كل طبعا ما الفتره بتطول بتبتدي تطول من هنا، وبعد كده بيتعمل لها ريفيل، بنملى الكوافير بيملى الجزء ده، وبنغير اللون لو عايزين، وبنقص الزياده. بعد بقى بعد ما عملتها اول يوم او يومين بيبقى فيه الم شويه في الضوافر مع اي خبطه او اي يعني اي حاجه بنلمسها بيها الضوافر. لما بتخبط في حاجه بيبقى الم كده شويه، بيستمر بيعمل نبض كده شويه لفتره مثلا ربع ساعه ولا حاجه.
بس ده بيبقى اول يوم او يومين بس بعد عمل الجل نيلز، بعد كده بيبقى لا عادي، لان اول يومين احنا ما بنبقاش متعودين على الدايمنشنز او الابعاد بتاعت الضفر، فنيجي مثلا ندوس على كوبس النور نلاقيه خبط، بنخبط بنلمس اي حاجة نلاقي انه خبط عشان احنا مش متعودين على ابعاد الضفر، فده بيبقى اول يوم او يومين، بعد كده خلاص بيبقى الموضوع عادي جدا. والتعامل بيهم بقى انتوا واحدة واحدة بتاخدوا بالكم، يعني ان بتيجوا هتدوسوا على كوبس النور هتشدوا السيفون بيبقى صعب، فبنتعامل بالجزء ده، يعني هندوس على كوبس النور بالطريقة دي، ندوس على السيفون بالطريقة دي، نمسك الحاجة بالجزء اللحم اللي في الصباع مش بالجزئين دول، وبس بيبقى يعني لذيذ يعني. ووقت ما بتيجوا تعملوا ريفيل بتغيروا اللون عادي، التعامل فيها مش وحش وعادي طبعا، شغل البيت واطباق ومواعين وحاجات كده عادي. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ديروا دلوقتي حالا دوس على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس جنبه عشان يوصلكوا كل الريفيوهات الجديدة اللي بعملها. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، باي باي.